مشاهدي متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده. ورجعنا لكم بقى، رجع 7 دي سبورت تاني، حلقه كل اسبوع زي ما كنا قبل رمضان. ويعني كان ايام مفترجه ايام رمضان، كنت فرحان بالتواجد طبعا مع حضراتكم في برنامج الاهلي في رمضان، واحنا مكملين زي ما احنا بقى خلاص رجعنا تاني 7 دي سبورت. ونبدا كالعاده النهارده معانا حلقه يعني مهمه جدا، فيها اخبار كتير جدا، فيها متابعه لبعثه الاهلي في المغرب. وكالعاده نبدا بالعناوين. الاهلي يواصل استعداداته لمواجهه الرجاء في المغرب. رجال طائره الاهلي واجهوا الزمالك في اول لقاءات نهائي كاس مصر. مصر تتقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2027. إضافة كلمة بيلي للقاموس البرتغالي. صفقة تاريخية لبرشلونة بمليار ونص يورو. واكيد هيكون معانا حاجات تانية كتير واخبار تانية كتير، وهيكون معانا متابعه لبعثة النادي الاهلي في المغرب، ولكن انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وقبل ما ابدا الحلقه، في كلمتين في قلبي كده يعني عايز اقولهم لحضراتكم. في ابريل من 116 سنه تحديدا، يوم 24 ابريل 1907، يعني من 116 سنه وثلاث ايام بالظبط، كانت لحظه ميلاد كيان عظيم جدا اسمه النادي الاهلي. كيان عشنا فيه وعايش فينا لحد النهارده، واصبح جزء من قوه مصر الناعمه. كيان نشا في فكره وطنيه، وعلى طول الزمن بيشرف مصر وبيرفع باسمها قدام العالم كله. اساطير وبطولات وانجازات ومواقف اتبنت على مبادئ ثابته ما بتتغيرش. جمهور الاهلي العظيم اللي يعني اعظم جمهور في العالم، 80 مليون اهلاوي في مصر بس، وغيرهم ملايين في كل مكان. مصدر السعاده والفخر ومدرسه الاحترام والرقي هي النادي الاهلي. كل سنة واحنا فخورين بالأهلي وبالانتماء إليه. ده إحساس ملايين الأهلوية، وده كلام من القلب بقوله لكل الأهلوية وأنا واحد منهم. يعني شهر إبريل اللي كان مع شهر رمضان الكريم، شهر إبريل كان شهر سعيد لكل جمهور الأهلي، اكتساح لجميع البطولات في ألعاب الصالة وفي كرة القدم كمان. شهر إبريل وكأنه بيقول لكم إن الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، إنما الأهلي بيكسب عشان كيان عظيم، زي ما قال طبعا عمنا الأستاذ عدن القيعي أو المهندس عدن القيعي أحد رموز النادي الأهلي. مقدمة كان لابد منها بعد عودة 7 دي سبورت، بعد غياب في شهر رمضان اللي كنت بتشرف بيه بالتواجد مع كابتن إسلام الشاطر طبعا في برنامج الأهلي في رمضان، ويا رب نكون قضينا عيد سعيد. يعني النادي الأهلي مش محتاج إن حد يتكلم عليه، النادي الأهلي 116 سنة إنجازات وبطولات وتاريخ وحاجات كتير جدا، لو قعدنا نتكلم من هنا لسنين جايه قدام مش هنكفي حق النادي الاهلي. الواحد كان محظوظ انه تربى في كيان زي ده، وكان محظوظ اكتر انه عاش على مبادئ هذا الكيان. ويعني كنت من الناس اللي فعلا حاسه بالانتماء في كل لحظه في حياتي، سواء في شغلي او في التربيه اللي تربيتها جوه النادي، او حتى في الحياه اللي انا عايشها على مبادئ النادي الاهلي. كل ده اتعلمناه جوه جدران النادي الاهلي. النادي الاهلي لما نيجي نتكلم عن البراند او الاسم التجاري الاول في الوطن العربي وافريقيا هيبقى النادي الاهلي. لما نيجي نتكلم عن العلامه التجاريه الاقوى من اقوى علامات التجاريه في مجال كره القدم تحديدا في العالم، هتلاقي رقم 2 او 3 في كل الانديه العالميه دي، هتلاقي النادي الاهلي رقم 2 او 3 على حصد البطولات. في كل الالعاب هتلاقي النادي الاهلي رقم 1، مش رقم 2. مستحيل في اي لعبه يكون رقم 2، هو رقم 1 في كل الالعاب اللي بيتشارك فيها. لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي في أي شيء من الأشياء اللي ممكن تجاريا، تسويقيا، كمبادئ، كأي حاجة، هتقول النادي الأهلي رقم 1. النادي الأهلي كيان بجهد أبنائه وباسماء الأساطير بتاعته، كل ده يقول لك إن النادي الأهلي هو الكيان والراعي الرسمي للفرحة زي ما بنقول. ده كان كلمتين كده لازم قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة كان لازم نقولهم. معانا دلوقتي بقى أحد نجوم النادي الأهلي وأحد رموز النادي الأهلي، واحد من اللي عايش النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي ليلة من أسعد لياليه. يعني نايمتني أحسن ليلة في حياتي كابتن خالد بيبو الحقيقة. يعني كابتن خالد بيبو معايا، هنحاول نجيبه تاني، نحاول نجيبه تاني على التليفون معانا. كابتن خالد بيبو واحد برضه يعني من اللي كان مباراة كده في تاريخ النادي الأهلي. الكابتن خالد بيبو كان واحد من اللي هو يعني إيه ما يتنسيش. ماتش طبعا الزمالك 6-1، ده ماتش سان داونز، الهاتريك اللي جابه في سان داونز ده ماتش تاني. رجع أهو كابتن خالد بيبو معانا. كابتن خالد
برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي كابتن خالد. واضح يا جماعة إن الصوت فيه مشكلة، الصوت فيه مشكلة، نرجع تاني نتصل لكابتن خالد بيه ونرجع له تاني. بس هو كان كلاعب واحد من اللي ليه ماتشات في تاريخ النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم ما تتنسيش. يعني ماتش سوبر سان داونز وماتش أفريقيا سان داونز هاتريك ما يتنسيش، ماتش طبعا الزمالك الماتش الشهير 6-1 سوبر هاتريك ما يتنسيش، وفعلا عايش النادي الاهلي عايش جمهور النادي الاهلي ليله من احسن الليالي بتاعتنا يعني. هنحاول نوصل له تاني، ممكن يكون في مشكله في الشبكه ولا حاجه، لكن هيبقى معانا في خلال الحلقه. نبدا اخبارنا كالعاده من عند النادي الاهلي، وعندنا مباراه مهمه جدا وكبيره مع نادي الرجاء المغربي الشقيق. ويمكن اول حاجه احب اتكلم فيها هي العلاقه الطيبه بين والاحترام المتبادل بين الاهلي وكل الانديه في قاره افريقيا، واللي شفناه في وجود بعثه وجمهور الرجاء الشقيق هنا في مصر في مباراه الذهاب. وان شاء الله يتواصل يعني في استقبال رائع شفناه، وبنشوف الاهلي في المغرب في لقاءات كتير جدا حاجه على اعلى مستوى. العلاقه الطيبه بين جمهور الاهلي وجمهور المغرب، حتى تصريحات مستر كولر كابتن وكابتن فريق النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي طبعا قبل وبعد المباراه بتاكد دايما على احترام الفريق الرجاء الشقيق، ودي حاجه من مميزات النادي الاهلي الحقيقه، اللي بيتعامل بقيمته الكبيره في القاره، وبيحترم كل الانديه الشقيقه. والرجاء من الانديه المغربيه الكبيره واللي ليها تاريخ في افريقيا واللي ليها جمهور كبير جدا وعظيم جدا جدا طبعا. يعني طبعا الاهلي هدفه يفوز ويقرر انتصار مباراه الذهاب ويحسم التاهل ان شاء الله لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وكلنا ثقه في الاهلي وفي روح الفانله الحمراء ولاعبتنا وجهازنا الفني انهم هيفرحونا يوم السبت ان شاء الله. قبل ما انتقل من الخبر ده، النادي الاهلي علاقته مع كل الانديه في قارة أفريقيا علاقة محترمة وطيبة، سواء في تونس أو المغرب أو الجزائر أو حتى في الدول الأفريقية جنوب أفريقيا، كل الدول علاقة محترمة وناس عارفة قيمة النادي الأهلي. عمرك ما هتلاقي حد بيراجع ورا النادي الأهلي في حاجة يعني نتمنى أن حتى في مصر يفهموا قيمة النادي الأهلي وقيمة الاسم الكبير في أفريقيا اسم النادي الأهلي. مش هتلاقي واحد بقى يعني يقول لك أصل إحنا هننسحب من البطولة دي عشان مش عارف لعبتنا مش جاهزة، أو إن إحنا عندنا النادي الأهلي ما بيتعاقبش في الحتة. يا جماعة أكتر حد بيتطبق عليه اللوائح في مصر هو النادي الأهلي، لما بقى في عقوبة أول واحد بينفذها هو لاعب النادي الأهلي. فقوانين القواعد اللي بيمشي عليها اتحاد الكورة المصري بتفرض نفسها على النادي الاهلي قبل اي حد تاني. فما يجيش بقى بعض الانديه، يعني مش بتكلم على نادي بعينه طبعا، يعني يقول لك اصل احنا هننسحب عشان لعيب اهلي. يعني انتوا خايفين من لعيب الاهلي ولا خايفين من النادي الاهلي؟ لعيب الاهلي يتعاقب دي حاجه بتاعت الاتحاد وفيها لوائح، والنادي الاهلي بيتكلم في حاجات كتير جدا، يعني مش هنتكلم في الموضوع ده باستفاضه. لكن النادي الاهلي بعلاقاته في القاره الافريقيه حاجه منتهى الروعه. شوف النادي الاهلي بيتعامل ازاي في المغرب، في الجزائر، في تونس، في اي حته بيروحها. يعني نروح نشوف بقى تقرير عن مباراة الأهلي والرجاء ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم، وانتظرونا. يعني نتمنى كل التوفيق طبعا لبعثة فريق النادي الأهلي في المغرب، وماتش مهم، وحسابات الماتش ده مش عايزين نفكر فيها، احنا رايحين نكسب كعادة النادي الأهلي. نروح بقى للمغرب دلوقتي، وزميلنا كريم أحمد موفق قناة النادي الأهلي في المغرب. كريم مساء الخير عليك زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي، والتحيه والشكر ايضا لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، اللي بنامل ان شاء الله باذن الله دعواتهم يا رب ان شاء الله تكون من نصيب لاعبتنا والجهاز الفني في مباراه مهمه جدا في البطوله الافريقيه، واحده من اهم المباريات، مباراه العوده الاهلي والرجاء المغربي بمشيئه الله ان شاء الله تكون بطاقه التاهل هنا من المغرب. استعدادات على قدم وساق العاده، وتركيز كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، وتحضيرات اكثر من رائعه كالعاده من الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، اللي بيقوم بدور كبير جدا 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 في التحضير والرؤيه، وايضا كمان المحاضرات والجلسات الفرديه والثنائيه اللي بيجمع فيها اللعيبه، وبيحاول ان هو بشكل كبير جدا يوصل كل المعلومات. الراجل بيقرا، ياسين المكاري بيشتغل بدور كبير جدا، هارد ايضا كمان المدرب فريق النادي الاهلي كابتن سامي قمصان، كابتن سيد عبد الحفيظ، الكل الحقيقه بيجتهد بشكل كبير جدا لانها واحده من اهم المباريات. لكن رهاننا كالعاده على لعيبتنا بالقلب والروح وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانله الحمراء اللي بتحسب اي شيء مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الكثافة الجماهيرية الحقيقة اللي متوقعينها هنا في المغرب، وأيضا كمان تحديدا جمهور الرجاء جمهور مميز جدا، لكن جمهور النادي الأهلي عظيم، إدى رسالة مميزة جدا في المباراة الأولى، كان إدى دفعة كبيرة جدا، هو كالعادة بيكون سبب الفوز وسبب أيضا كمان الشد من أزر اللاعبين للنادي الأهلي مهما كانت الفروقات ومهما كانت أيضا كمان الصعوبات اللي ممكن تقابل لاعبينا. لكن بالجدية الكبيرة وبالقلب المنتظر من لاعبي النادي الأهلي إن شاء الله نتخطى هذه المباراة بالرؤية الفنية المميزة جدا للي الجهاز الفني. القراءات مستمرة، تدريبات مستمرة، يمكن أطمن عبد الرحمن كل جمهورنا نبدأ شوية من
تدريب الامس اللي كان اول تدريب لفريق النادي الاهلي. انت عارف يا عبد الرحمن التدريب الاول بيديك رساله مهمه جدا وبيبان مدى جاهزيه وحاله اللاعبين لهذه المباراه. الحقيقه اطمنا على اللاعبين، اطمنا على المعنويات المرتفعه جدا، في احترام بشكل كبير جدا للمنافس، وايضا كمان في حرص كبير جدا جدا في فريق النادي الاهلي. النتيجه طبعا اكيد ايجابيه للاعبين وايضا كمان للجمهور، 2-0 في المباراه الاولى مهمه جدا، لكن الكره فيها متغيرات كثيره جدا، فعشان كده ان شاء الله باذن الله لابد الكل يكون مركز، تدريباتنا تكون كل بيحافظ على بعض، لابد يكون ايضا كمان في استيعاب كبير جدا لكل التعليمات الفنيه والنظريه لمستر مارسيل كولر، لان ان شاء الله باذن الله الحاله اللي احنا شايفينها عبد الرحمن، التركيز اللي فيه لعيبه النادي الاهلي، ربنا بس يحافظ على لعيبتنا ايضا كمان في تدريب اليوم وتدريب الغد، لان الحقيقه المجهود كبير والحماس كبير جدا جدا من اللاعبين، الكل عايز يكون متواجد، الكل عايز يكون حاجز ايضا كمان مكان في التشكيل الاساسي، لكن اللي معودنا عليه لعيب النادي الاهلي ومعودنا عليه النادي الاهلي كل واحد على قلبه على قلب زميله زي ما بنقول، يعني اللي موجود على دكه البدلاء، اللي موجود خارج القائمه زيه زي اللي موجود في ال11 اللي اكيد مستر كولر هيكون في تاني كبير جدا ويعني انتقاء كبير جدا للحاله البدنيه وجاهزيه كل لعيب النادي الاهلي. هنتكلم على الجاهزيه البدنيه والجاهزيه ايضا كمان لكل اللاعبين، الكل جاهز الحمد لله، يعني مفيش حاجه يمكن تعوق فريق النادي الاهلي. رجع لنا عبد القادر الحمد لله ان شاء الله يكون له دور كبير، مفيش اي الحمد لله اصابات في تدريب الامس او حد اشتكى من اي شيء، لان كمان التحضير عبد الرحمن اللي باكد لك عليه يعني كان مصر الحقيقه مستر كولر ان عقب انتهاء التدريب مباشره يكون في مختص ثلج للاعبين قبل العوده للفندق. الراجل بيحاول يكسب كل وقت متواجد فيه عشان اللعيبه تاخد اكبر قسط من الراحه هنا في فندق الاقامه، ويتركهم لجلساتهم الثنائيه والجماعيه والفرديه اللي بيبقى ليها مردود كبير جدا. الكل بيحفز، الكل ايضا كمان بياكد على هذه المباراه، الجمهور بناكد عليها اكتر من مره، هنشوف كثافه جماهيريه كبيره جدا، لكن النادي الاهلي لعب اكتر من مره في مركب محمد الخامس اللي هيستقبل مباراه الاهلي والرجاء، عشان كده ان شاء الله الجمهور يكون دافع علينا. اشقاء المغاربه الحقيقه يعني بيحترموا النادي الاهلي بشكل كبير جدا، بعيدا عن 90 دقيقه بتقابل اي حد سواء ودادي سواء رجاء بيقابل بيحفز وبيشجع، لكن انت عارف طبعا كل جمهور الرجاء بيتمنى طبعا الفوز لفريقه، لكن على الجانب الاخر الحقيقه يعني جمهور الوداد اللي بيقابلنا تلاقي طبعا الناس بتتمنى لنا التوفيق، ممكن تلاقي واحد يقول لك انا نص قلبي مع النادي الاهلي ونص قلبي مع الوداد، حاجات الحقيقه متعودين عليها وكنا متواجدين هنا في كاس العالم للانديه. الاشقاء المغاربه الحقيقه علاقه وطيده كبيره جدا جدا بين الشعب المغربي والشعب المصري، وعلى جانب ايضا كمان الجمهورين حاجه مميزه ورائعه جدا، لكن اللي يفصلنا هي 90 دقيقه، لابد يكون في تركيز، لابد يكون في انكار ذات كبير جدا، استغلال انصاف في الفرص امر غايه في الخطوره غايه في الاهميه، عشان كده ان شاء الله دخولنا يكون في المباراه جيد، التوفيق يكون مع لعبتنا، ويا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون مع فريق النادي الاهلي. النهارده عبد الرحمن هو التدريب الثاني لفريق النادي الاهلي على احد الملاعب طبعا المميزه جدا جدا، الملعب العربي الزاولي هنا في مدينه الدار البيضاء طبعا كازابلانكا، هي بمقاطعه عين طبعا السبعه، واحده من المقاطعات المميزه جدا، مركب محمد الخامس ارضيته قريبه جدا من هذا الملعب، عشان كده يمكن مستر كولر اثنى على ارضيه الملعب، لان انت عارف التدريب لابد يكون فيه يعني هدوء من اللاعبين، بقاش فيه سبرنتات، بقاش فيه ترنات تعوق لاعبي النادي الاهلي او يبقى فيه اي اصابات، عشان كده الحمد لله التدريب كان مميز جدا. تدريب النهارده هو التدريب الاساسي اللي منتظرين طبعا من الجهاز الفني واللاعبين يكون في حرص كبير جدا جدا، النهارده التدريب هيكون مغلق، لان انت عارف عبد الرحمن التكتيك النهارده هيتطبق، كل الامور دي النهارده هتكون بشكل كبير، فيا رب يا رب ان شاء الله باذن الله حافظ على لعيبه النادي الاهلي كلها تحافظ على بعض، التوفيق يكون معانا وكل الامور ان شاء الله باذن الله تصب في مصلحه اللاعبين. يعني هي دي يمكن اجواءنا طبعا حتى هذه اللحظه، لكن ان شاء الله باذن الله على مدار اليوم تدريب فريق النادي الاهلي يكون متواجد، ايضا كمان كل التنقلات وكل الامور الخاصه طبعا ببعثه فريق النادي الاهلي، مش هننسى طبعا دور رئيس البعثه الاستاذ محمد الغزاوي اللي بيقوم بدور اكثر من رائع. يمكن كمان بالنسبه للعلاقات الوطيده المميزه جدا، امبارح طبعا كان متواجد هنا في فندق الاقامه عضو مجلس اداره نادي الرجاء الاستاذ بن عزوز عبد العالي، اللي حرص بشكل كبير جدا هو يطمن على بعثه فريق النادي الاهلي، وتواجد طبعا مع رئيس البعثه الاستاذ محمد الغزاوي، علاقات رائعه ومميزه جدا، لكن اللي يهمنا هي 90 دقيقه، اللي يهمنا هي المباراه، فيا رب ان شاء الله عبد الرحمن دعواتك ودعوات كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله بطاقه التاهل تكون من هنا من المغرب. كعاده المتالق كريم احمد الحقيقه يعني تالق غير عادي من كرو قناه النادي الاهلي بالكامل، وكعاده قناه النادي الاهلي خطوه بخطوه مع فريق النادي الاهلي وكل فرق النادي الاهلي، وطبعا نتمنى كل التوفيق للبعثه كلها، البعثه الاعلاميه وبعثه الفرقه كلها، كلهم ان شاء الله يرجعوا لنا بالنصر وبالتاهل لنص النهائي. يعني كانت تغطيه فعلا ممتازه كريم. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم في باقي حلقه 7 داي سبورت. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وزي ما قلت لحضراتكم شهر ابريل ده مش بس شهر تاسيس النادي الاهلي وبتاع، لا ده شهر سعيد جدا على جمهور النادي الاهلي، خصوصا الشهر اللي فات ده جه تزامنا مع الشهر الكريم طبعا شهر رمضان، وتزامنا مع الاعياد، فتحقيق انتصارات كبيره جدا في الكوره وفي كل العاب الصالات. هنروح نشوف انفوجراف صغير بس كده ونرجع لحضراتكم مره اخرى.
كان شهر سعيد الحقيقه يعني على جمهور النادي الاهلي وعلى معظم فرق النادي الاهلي. نروح بقى بعد كده لباقي اخبارنا. النادي الاهلي الفريق الاول لكره الطائره رجال بالنادي الاهلي هيخوض مواجهه مهمه اليوم الخميس كمان ساعتين الساعه 8 تقريبا، يعني هيلتقي مع نظيره فريق الزمالك في المباراه التي تجمع بين الفريقين في اول لقاء في نهائي بطوله كاس مصر. النهارده زي ما قلت لحضراتكم الساعه 8 هتقام على صاله اتحاد الشرطه، وطبعا استعد لها الاهلي بشكل قوي جدا. شهدت التدريبات الاخيره تركيز كبير على العديد من الفقرات الفنيه والخططيه في اطار تجهيز اللاعبين للمباراه. ان شاء الله تكون برضو في شهر ابريل بطوله كمان هي كاس مصر لكره الفولي. نروح بعد كده للباسكت. الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي حقق الفوز الاول في بطوله افريقيا للانديه بال، طبعا بي ال اللي هي بيقول عليها بال يعني، على حساب الفريق فيرو فيراو الموزمبيقي بنتيجه 92-74 في المباراه التي اقيمت مساء امس على صاله الدكتور حسن مصطفى. وشهدت المباراه اداء مميز للاعبين خاصه في الرميات الثلاثيه والدفاع تحت السله، ونجح طبعا اجوستي بوش المدير الفني في تدوير المشاركه للاعبين بشكل ايجابي ساهم في تفوق الفريق والفوز بالمباراه. وطبعا قدم رجال السله عرض قوي جدا في جميع فترات المباراه، وعلى مدار الاشواط كده يعني الشوط الاول انتهى 32-15 وانتهى الشوط الثاني 53-34 وفي الشوط الثالث انتهى 76-58 وفي اخر فتره في المباراه انتهت المباراه 92-74. انا يعني البطوله دي تحديدا شكلها حلو قوي يا جماعه، شكلها رائع الحقيقه، كان تحس ان تنظيم NBA فعلا يعني. بشكر طبعا كل القائمين على تنظيم البطوله. نروح بعد كده لاجوستي بوش المدير الفني للفريق. طبعا المدير الفني قال ان الفريق خاض مباراه صعبه امام فيرو فيراو الموزمبيقي في مستهل مشواره الفريق في بطوله البال طبعا للانديه ماشي، مؤكد ان المنافسه كانت مميزه ولكن خبرات رجال سله الاهلي حسمت المباراه. أوغوستي قال كمان استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل عدد كبير من النقاط حتى حصلنا على المطلوب بتحقيق الفوز في أول المباريات في بطولة البال، وهذا أمر جيد. واستكمل سوف نغلق صفحة مباراة أمس سريعا، وهناك برنامج استشفائي للاعبين للمشاركة في المباراة من أجل تجهيز الجميع وإعادة والإعداد للمباراة القادمة في البطولة. وقال بقى طبعا في الآخر كده أشكر الجماهير التي تواجدت لمؤازرة الفريق في مباراة أمس، ونأمل في الحضور المستمر في المباريات القادمة في بطولة البال. طبعا جمهور الأهلي هم رقم واحد في البطولة في أي بطولة الأهلي بياخدها يعني. دلوقتي تعالوا نشوف بقى مع بعض نتائج الأهلي في الأسبوع الماضي في كل الألعاب، ونعرف هنلاعب مين في الأسبوع الجاي إن شاء الله. ونبدأ مع بعض من كرة اليد سيدات زي ما أنتم شايفين معانا أهو. نهائي كاس مصر الاهلي فاز 23-22 على الزمالك، ونهائي بطوله الدوري اللي كان لسه من دقائق خلصان قبل الهوا على طول 15-15 في اول ماتش، لسه ماتشين كمان. نروح لكره السله رجال، نهائي كاس مصر الاهلي 72 الزمالك 65، وبطوله افريقيا للانديه البال نتيجه ماتش امبارح طبعا لسه كنا بنتكلم عنها 72-74 على بطل موزمبيق. كرة الطائرة سيدات الفوز على الزمالك طبعا لقاء نهائي الدوري 3-2، ونهائي بطولة الدوري 3-1 للأهلي. المباريات اللي جاية بقى إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، الأهلي والزمالك تاني لقاءات نهائي كأس مصر في كرة الطائرة رجال النهارده الأولاني، ويوم 28/4 بكرة على طول اللقاء التاني، وعندنا 28/4 أيضا دوري كرة السيدات كرة اليد سيدات الأهلي والشمس نهائي أيضا، والاهلي وسبورتنج يوم 29/4 نهائي دوري كره اليد سيدات. وفي البطوله الافريقيه البال بقى عندنا ماتش تاني مع سيتي اوليرز الاوغندي يوم 29/4. عندنا برضو الاهلي والزمالك يوم 1/5 لقاء نهائي كاس مصر الكره الطائره سيدات، ده اللقاء الاول. وبعدين عندنا يوم 2/5 برضو بقيه الماتش، يعني هم ثلاث ماتشات هيتلعبوا ان شاء الله، الاهلي يكسب ماتشين وما نحتاجش نلعب الثالث. الاهلي والزمالك تاني لقاءات نهائي كاس مصر. ويوم 2/5 ايضا في الاهلي وكيب تاون الجنوب افريقي في بطوله البال، والسوبر لكره السله سيدات اول اللقاءات ايضا نصف نهائي الدوري الاهلي وسموحه يوم 2/5 ايضا. يعني نتمنى ان شاء الله الاهلي واصل في شهر ابريل وبدايه شهر 5 ان شاء الله، يعني الاسبوع ده يكون خير، ونحصد ايضا بطولات الاسبوع ده. وبطوله البال دي انا زي ما بقول لكم معجب بتنظيمها جدا، حاجه على اعلى مستوى من التصوير للشكل، الصاله نفسه حاجه عظيمه جدا جدا جدا. نتمنى كل التوفيق لفرق النادي الاهلي في كل الالعاب. هنطلع فاصل صغير ونتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل، انتظرونا.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نتواصل ونكمل باقي فقراتنا في 7 دي سبورت. وهنروح بقى الخبر مهم جدا النهاردة. في مفاجأة كبيرة جدا أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استقبال 4 ملفات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027. على رأس الملفات دي ملف الاتحاد المصري لكرة القدم، والملفات المتنافسة هي مصر والجزائر وملف وبتسوانا، وملف مشترك بقى بين أوغندا وكينيا وتنزانيا. دول 4 ملفات، ولسه لحد يوم 23 مايو هيكون التوقيت النهائي لاستقبال الطلبات، مستوفية طبعا الشروط زي الضمانات الحكومية والملاعب. وفي في يوم 15 يونيو هتنزل لجنة التفتيش يعني على الحاجات دي، وبعدها يتم إعلان القرار النهائي. يمكن مصر نجحت بامتياز في تنظيم أفضل نسخ كأس أمم أفريقيا سنة 2019 اللي فاز بها المنتخب الجزائري، وأعتقد إن الدولة المصرية موفرة كل حاجة، البنية التحتية اللي ممكن تنظم بها أي بطولة واللي تأهلك لاستضافة أي بطولة عالمية كمان مش أفريقية بس. نروح بقى للأخبار العالمية. خبر ممكن يكون غريب شوية، لكن باختصار كده مؤسسة بيليه جمعت 150 ألف توقيع بإضافة كلمة بيليه للقاموس البرتغالي. إزاي الكلام ده؟ يعني هيضيفوا كلمة بيليه في إيه؟ أفهم حضرتك، كلمة بيليه هيخلوها كلمة للفخر، زي مثلا لا مثيل له أو استثنائي أو عظيم. وعرف القاموس الكلمة الجديدة على أنها شيء أو شخص لا يماثله شخص آخر بسبب جودة أو قيمة أو يعني تفوق الاسم نفسه، مثل يعني زي بيليه، أنت فاهم؟ اللي هم بالنسبة لهم بيليه ده أعظم رياضي على الإطلاق واستثنائي وغير قابل للمقارنة وفريد. يعني دلوقتي بالبرتغالي ممكن تقول لواحد ده انت بيليه الاعلام، فاهم؟ اللي هو انت يعني ايه بيليه، او انت بيليه التنس، او تكون عارف انت ايه اجمد حاجه تبقى انت بيليه. دي جمله صحيحه دلوقتي باللغه البرتغاليه، طريقه مبتكره الحقيقه يعني لتكريم ولتخليد اسم بيليه. انا مستغرب ان هم قدروا يفكروا بحاجه بالطريقه دي، يعني حاجه عظيمه جدا، وهو بيليه يستحق طبعا اكتر من كده كمان. لكن هي فكره ان انت تغير كلمه في القاموس باسم شخص تديله قيمة أكبر، لا دي حاجة عظيمة جدا يعني تخليد. أظن أنه هو من أعظم التخليدات اللي هتحصل في التاريخ لكلمة بيليه أو لإسم بيليه. نروح بعد كده لخبر تاني. خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأسباني اليوم الخميس أعلن عن صفقة تاريخية للعملاق الكتالوني، وأشار لابورتا أن في مؤتمر صحفي النهاردة طبعا في النادي تم بالفعل الاتفاق على تمويل مشروع لتجديد ملعب الكامب نو وبناء مدينة رياضية حول باستثمارات تقريبا حوالي 1.5 مليار يورو. وأوضح رئيس النادي الكتالوني المشروع الجديد لن يحمل أعضاء النادي تكاليف إضافية ولا يشكل خطر على الإدارة الرياضية، ولن يتم رهن أصول البرسا. احنا عارفين طبعا قصة برشلونة، باع جزء من حقوق النادي والبس لسنة 35 ل 15 سنة قدام، وباع كمان ل 25 سنة حقوق معينة عشان يعمل مشروع كبير ومشروع ضخم لنادي برشلونة، ومنها ان هو يجيب لعيبة وحاجات كتير قوي عشان كمان الأزمة الاقتصادية اللي كان فيها النادي. لكن الراجل هو بيعمل كمان مشاريع بمليار ونص يورو وما عندوش اي مشكلة، وبيقول ان ده مش هيتحمله يعني الاعضاء والكلام ده كله. حاجة الناس بتفكر في الاستثمار الرياضي بشكل مختلف خالص. يعني نروح بعد كده بقى للبريمير ليج او الأندية اللي تأهلت للبريمير ليج. نادي شيفيلد يونايتد ونادي برينلي الاثنين صعدوا رسمي للبريمير ليج في الموسم القادم بعد ما تصدر برينلي الترتيب في الدوري الدرجة الأولى. وكمان شيفيلد امبارح بعد ما فاز على وست بروميتش 2-0. برينلي معاه كامباني طبعا لاعب مانشستر سيتي السابق وهو مدير فني، الحقيقة يعني عامل موسم هايل. وكمان ميدلز براه معاه مايكل كاريك لاعب مانشستر يونايتد السابق وعامل موسم هايل وهيلعب تصفيات الصعود. أنا عايز أقول لكم حاجة، شايفين تدرج المدربين هناك عامل إزاي؟ دي أسماء كبيرة في مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، اسماء كبيره جدا، لكن الناس دي تدرجت التدرج الطبيعي ان هم يمسكوا فرق في الدرجات الثانيه او ان هم يمسكوا فرق في الناشئين، ده التدرج الطبيعي. في مصر عندنا الموضوع مختلف، انت ممكن لو اسمك كبير شويه تمسك على طول مدير فني الفرقه. لكن انا عندي هنا في مصر نماذج الحقيقه، يعني في اسم افتكروه كويس اسمه محمد عادل ابو حطب، صعد بمركز شباب كوم حماده مركز شباب بدون اي امكانيات بدون اي مساعدة مع منافسة قوية جدا، صعد للممتاز به مركز شباب، صعد للممتاز به. وبالمناسبة محمد عادل أبو حطب ده أحد أبناء النادي الأهلي، بس هو بطل كورة بدري قوي. الراجل ده عنده 30 سنة يا جماعة، يعني مشروع مدرب ب 30 سنة ودلوقتي في الممتاز به وبيتدرج. فده التدرج الطبيعي لأي مدرب عايز يبقى مدرب كبير. وخلي بالك الراجل ده بطل كورة صغير قوي بسبب إصابة الرباط الصليبي وبتاع، فاستغل إن هو عنده خبرات ولعب مع صلاح والنني في المقاولين ولعب في الأهلي، فبقى عنده مخزون خبرات كويسة، استغل ده في ان هو يبقى مدرب صغير وفعلا عامل نجاحات كبيرة. افتكروا الاسم ده كويس. بعد كده نكمل اخبارنا، نروح بقى
رقم قياسي جديد او حاجه كده جديده. ريال مدريد بالجون اللي جابه الارجنتيني فالنتين كاساتانيوس لاعب جيرونا، ده الهاتريك الرابع في شباك ريال مدريد. تخيل بعد الفوز 4-2 ليصبح سادس لاعب يسجل رباعيه في شباك ريال مدريد في الليجا، ودي حاجه بتحصل لاول مره من سنه 1947. انتوا متخيلين ريال مدريد من 1947 لحد النهارده الراجل ده اول حد يجيب هاتريك فيه، سوبر هاتريك عفوا. فده رقم بالنسبه له دلوقتي، الراجل ده عمل او كسر قاعده يعني في ماتش طبعا غريب لريال مدريد 4-2، دي نتيجه ريال مدريد ولا جمهوره متعود عليها. يعني نروح بقى بعد كده للصحافه. النهارده اكيد الصحف الانجليزيه كلها اهتمت بالماتش اللي كان غريب جدا طبعا، الارسنال ومانشستر سيتي. النهارده يوم الخميس الصبح الصحافه كلها في صباح اليوم بتتكلم عن مانشستر سيتي والارسنال اللي النتيجه انتهت 4-1 مساء امس الاربعاء، ليتحكم مانشستر سيتي في مصير التتويج بالبريمير ليج. طبعا دي حاجه تزعلني لان انا كنت متعاطف مع ارسنال، انا لا بشجع مانشستر سيتي ولا ارسنال، بس كنت متعاطف مع ارسنال عشان خاطر النني الحقيقه يعني. لكن صحيفه الديل اكسبريس النهارده قالت بروين الذهبي كيفي دي بروين طبعا يقود العرض ويسيطر السيتي وسيطره السيتي في سباق اللقب. طبعا دي حاجه بالنسبه لهم بالوقت ده العادي بالنسبه للسيتي يعني. نروح بعد كده لديل ستار، كتبت مدمر الورقة الرابحة البلجيكي كيفي دي بروين يحطم فرصة اللقب للمدفعجية. الميرور إيرلينج ورفاقه يتحكمون في سباق اللقب بعد التفوق على المدفعجية. تعالوا بقى نرحب مع بعض دلوقتي بواحد من نجوم النادي الأهلي وواحد من اللي عايشه جمهور النادي الأهلي ليلة ما تتنسيش، كابتن خالد بيبو. أهلا بيك معانا في 7 دي سبورت كابتن خالد. كابتن خالد الو، يا منورنا كابتن خالد، الحمد لله على السلامه. كابتن خالد في لسه مشكله يا جماعه في الصوت مع كابتن خالد بيهو. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نحاول تاني مع كابتن خالد بيهو، استنونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نكمل حلقتنا في 7 دي سبورت. ماتش بكره او ماتش يوم السبت، ماتش الرجاء، ده ماتش ما ينفعش نتعامل معاه على ان احنا كسبانين هنا 2-0، لا لازم نتعامل مع الماتش ده على ان احنا رايحين نكسب، وده اللي كولر بينقله للعيبه دلوقتي، وده اللي ثقافه لعيبه الاهلي متبعاه في كل الماتشات اللي بره ارضنا. بالمناسبه الماتش ده تلعبه ايا كانت نتيجته ايه، بس هو المفروض ان انت رايح ما تخسرش وتكسب، وان شاء الله نكسب ونحقق مكسب يعني. الماتش ده يحطك في ان انت تتأهل نص نهائي، وبقى خلاص فاضل لك على البطوله دي 4 ماتشات، ماتشين نص النهائي اللي هو ماتش منهم هيبقى العوده بتاعه عندك هنا، وبعد كده النهائي طبعا اللي العوده هتبقى بره ارضنا فيه. زي ما احنا شايفين اهي صور من بعثه النادي الاهلي، كواليس بعثه النادي الاهلي، الفرقه كلها مركزه، والفرقه كلها على اتم استعداد. محمود كهربا اهو طبعا، الفرقه كلها تحس ان في الناس كلها جايه تكسب. الكابتن سيد عبد الحفيظ عامل سيطره ونظام المعتاد للنادي الاهلي، بعثه النادي الاهلي بالكامل في حاله تركيز، ادي حمدي فتحي معانا اهو. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، الفكره ان مفيش حد فيهم عينيه على حاجه غير المكسب، فكره ان انت رايح تتعادل او ان انت رايح تخسر نتيجه تاهلك، الكلام ده مش بتاعت النادي الاهلي. وما بتفكرش في اي حاجه غير ماتش الرجاء. مش هقول انا عندي ايه الاسبوع الجاي، مش هقول انا عندي، انا بفكر في ماتش الرجاء بس، بفكر بس في الماتش اللي جاي، ما بتفكرش عندك ايه بعد كده، ما بتفكرش عندك ايه الاسبوع اللي بعده. النادي الاهلي كده كده عينه على كل البطولات اللي بيشارك فيها، لكن انت كل تفكيرك دلوقتي في ماتش الرجاء، لا هتفكر في بعد كده دلوقتي، ولا هتفكر في البطوله حتى بره بطوله افريقيا دلوقتي، وانت رايح عينك على حاجه واحده، عينك على المكسب، عينك على ان انت تحقق انتصار مهم، عينك على ان انت تعمل اداء توصل منه لشكل كويس تخوف منه الفرقه اللي هتلعبها بعد كده، سواء كانت ترجي او اي فرقه تانية. انت عايز يعني انت قدامك فرقتين من شمال افريقيا، يا الجزائر يا تونس، ودي حاجه كويسه ان انت هتلعب على ملعب على الاقل كويس يعني. فكل تفكيرك دلوقتي ان انت تعمل اداء يخوف الفرق التانية منك، ونعمل نتيجه شكلها كويس في التاهل كمان. معانا دلوقتي على التليفون الاعلامي الجزائري سمير بادي. اهلا بيك يا سمير معانا في 7 دي سبورت على شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير واهلا وسهلا ومرحبا بك استاذ عبد الرحمن نادي، انا جيت بعيد، انا متواجد مره اخرى
مع قناة الأهلي نادي القرن الذي نبارك له احتفاله ب 116 سنة. احنا يعني شرفنا تواجدك معانا. يعني انت زرت النادي الأهلي قبل كده صح؟ نعم زرت. انطباعاتك عن النادي الأهلي ايه في زيارتك ليه؟ نعم استاذ. انطباعاتك عن النادي الأهلي في الزيارة اللي زرتها للنادي الأهلي ايه؟ نعم زرت مع وفاق الصيف الموسم الماضي في نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا في القاهرة، بعد وقتها اختار الوفاق بأربعة مقابل صفر، وكنت يعني أحسن زيارة بالنسبة لي إلى نادي الأهلي المصري. وقفنا على كل كبيرة وصغيرة فيما يخص هذا النادي، نادي القرن العملاق الإفريقي المونديالي الذي كل ما نشاهده نتمتع سواء فوق أرضية الميدان أو ما يقدمه جمهوره فوق المدرجات، وأيضا ما تقوم به إدارة هذا الفريق العريق دائما له سمعة في إفريقيا، سمعة طويلة، وله في الجزائر أيضا الكل يقيم له كل الاحترام والتقدير، وأيضا له علاقة جيدة مع نادي فاطيت، النادي الذي أتابعه وأناصره جيدا سواء بالنسبة لإدارة وأنصار أو لاعبين، حتى لاعب قندوس الجماهير الفاطيت التي باتت تناصر الأهلي المصري وأخبار النادي المصري وما يقدمه اللاعب السابق لوفاق الصيف أحمد قندوس مع هذا الفريق. احتفال وفاق الصيف عبر صفحته الرسمية وجماهيره باحتفالية النادي وسنة 116 سنة بالنسبة لنادي القار خير دليل على ذلك. طيب جماهير الجزائر متابعه فرقه الاهلي في دوري ابطال افريقيا ومتابعه مسيره الاهلي في الموسم ده، من متابعتك او من متابعتك للكره او للجمهور الجزائري، شايف متابعه الجمهور الجزائري لفرقه الاهلي ازاي، وخصوصا في وجود لاعب جزائري في وسط فرقه النادي الاهلي، وكمان انت عندك فرقتين من الجزائر بيشاركوا في دوري ابطال افريقيا على منافسه مع النادي الاهلي. طبعا انت الاهلي هيلاعب الكسبان من الترجي وفريق جزائري، وايضا في فريق جزائري بيلعب سان داونز شبيب القبائل طبعا، وفريق سان داونز كمان هيلاعب فريق جزائري في مباراه العوده. احنا عايزين نعرف انطباعك عن فرقه النادي الاهلي والمسيره بتاعته في بطوله افريقيا. نعم استاذ عبد الرحمن، هو الكل تفاجأ ما حصل لنادي الاهلي لما انهزم في سان داونز بخماسيه كاملة. الكل تفاجأ لمردود الأهلي وقتها، والكل تحدث عن الخسارة لخماسية لهذا الفريق، يعني خسارة كانت مفاجأة بالنسبة للأهلي. بس عودة النادي الأهلي ما حسستكش بأي مشكلة؟ ما هي دي ميزة النادي الأهلي، إن أنت اتأهلت وحققت التارجت بتاعك من المجموعات وعدت تاني وكسبت في أرضك وكسبت بره أرضك، ما عندكش مشكلة. يعني هي دي ميزة النادي الأهلي وشخصية البطل. نعم الكل تحدث عن النتيجة الخسارة بخماسية، لكن في المقابل تحدث عن العودة القوية للأهلي المصري. هو الآن متواجد في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، هذا هو النادي الكبير لما تكون عنده شخصية ما يتأثرش بخسارة مهما كانت نتيجتها، والعودة تكون قوية في الأدوار المتقدمة والأدوار المقبلة. يعني الأهلي رغم خسارته إنه كسب التأهل وحقق يعني فوز أمام الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل صفر في مباراة كانت كبيرة وكبيرة جدا في القاهرة في انتظار مباراة العودة في المغرب. يعني راح الأمور ما راح تكون سهلة بالنسبة للمصري، وأيضا راح يواجه العملاق المغربي الرجاء البيضاوي الذي كسب مؤخرا خبرة طويلة في مخص هذه المنافسة رابطة أبطال إفريقيا. وعليه نقول أن نتيجة 2-0 ليست نتيجة مضمونة للتأهل بالنسبة لنادي الأهلي. هي طبعا لقاء قوي، الأهلي عامل حساب قوي لفريق الرجاء، حتى لو النتيجة هنا كانت أكتر من 2، إحنا من الناس اللي بتعمل حساب للفرق كلها بره أرضنا زي جوه أرضنا يعني. لكن أستاذ عبد الرحمن في مثل هذه المباريات لابد أن تسجل أكبر عدد من الأهداف. في 2-0 مباراة مغايرة ستكون في المغرب بالنسبة للأهلي المصري، المباريات ستكون مغايرة تماما من كل النواحي. طبعا والاهلي مش فرقه بره ارضها سهله، الاهلي بيلعب بره ارضه زي جوه ارضه، فانت برضه الاهلي صعوبه على فريق الرجاء زي ما فريق الرجاء صعب على الاهلي، الاهلي صعب على الرجاء طبعا بكل بلا شك يعني. والضغط راح يكون على الرجاء البيضاوي اكثر منه على الاهلي طبعا مع ضغط الجماهير هناك. الاهلي المصري
في زمام الامور خاصه في الشوط الاول راح تكون المباراه اسهل عكس ما في حتى اذا تلقى اهداف في المرحله الاولى لانه الضغط الجماهيري سيكون كبير بالنسبه لجماهير الرجاء على لاعبيها من درجه اولى لانه من هذه الهدفين مقابل صفر وعلى لاعبي الاهلي المصري حتى يحفزون اكثر لاعبيه وبذلك نقول الاهلي لابد ان يتحكم في زمام الامور منذ البدايه وهو متقدم بهدفين مقابل صفر له الافضليه في النتيجه وكثير بقي الدقائق باكثر خبره واكثر دقه واكثر حكمه لان مثل هذه المباريات تتطلب عدم يعني القلق اكثر مع مرور الوقت وجعل المنافس هو الذي يبحث عن النتيجه بما انه التقدم لصالح الاهلي بهدفين مقابل صفر. طيب عايز اسالك عن الفرقتين الجزائريين بقى اللي مشاركين في دوري ابطال افريقيا، رايك في مسيرتهم ايه واللي انت شايفه في اللقاء القادم لكلا الفرقتين ايه؟ والله نقول وضعيه لا يحسب عليها بالنسبه لفريق شباب الوزاد بدرجه اكبر عكس فريق شبيبه القبائل، خليني نقول انه النتيجه اللي حققها فريق شباب الوزاد هنا في الجزائر امام نادي سان داونز الجنوب افريقي خسارته باربعه اهداف مقابل هدف على ارضيه ملعب نيلسون مانديلا كانت اكبر مفاجاه بالنسبه لكره القدم الجزائريه وليس فقط فريق شباب الوزداد كيف لا وفريق شباب الوزداد الذي يتواجد في صفوفه ابرز لاعبي البطوله الوطنيه فيه 6 إلى 7 لاعبين كانوا متواجدين في المنتخب الوطني المحلي الذي شارك في كاس امم افريقيا للمنتخبات المحليه مؤخرا في امكانيات لا باس بها بالنسبه لفريق شباب الوزداد من الناحيه الماليه من الناحيه المعنويه من ناحيه الجماهير كل الظروف كانت لصالح فريق شباب الوزداد خلال هذه المباراه لكن كان زاد عكس ذلك فوق ارضيه الميدان فريق شباب الوزداد اصطدم بنادي سان داونز الذي قدم مباراه كبيره وطال وجال وفاز باربعه اهداف مقابل هدف واحد، مباراه شباب الوزداد الذي تنقل في طائره خاصه الى جنوب افريقيا وكله عزم على تحقيق ممكن المفاجاه. كل شيء وارد في كرة القدم طبعا، كل شيء وارد في كرة القدم ولكن ليست مستحيلة في كرة القدم طبعا. عكس ذلك فريق شبيبة القبائل منهزم بهدف مقابل صفر امام الترجي التونسي هنا في ملعب 5 جويلية تنقل اليوم الى تونس على الامل العودة بالتأهل من هناك هدف مقابل صفر ممكن شبيبة القبائل محتاج هدفين هناك في جنوب افريقيا يعني المباراة تمام نعم بقول لك هو محتاج هدفين في جنوب افريقيا فقط للتأهل يعني نعم تمام انا بشكرك جدا سمير كانت مداخله مهمه جدا واهالينا في الجزائر طبعا نتمنى التوفيق للانديه الجزائريه طبعا ونتمنى التوفيق لكل الانديه العربيه في دوري ابطال افريقيا يمكن دي كانت حلقتنا النهارده من 7 داي سبورت استمتعت بالتواجد معاكم واستمتعنا ان احنا رجعنا تاني بعد شهر رمضان نتمنى ان احنا نكون ضفنا ولا جزء صغير لمشاهدي قناه النادي الاهلي على امل ان نلقاكم الاسبوع المقبل ان شاء الله وفي الختام خير وسلام